انا ليا صديق جالي مره بيقول لي ايه، مراتي مش طايقها، مش طايق ابص في وشها، مش طايقها، خلاص قفلت. فقلت له طب انا عندي فكره، ممكن لمده شهر واحد، شهر واحد تصلي معاها ركعتين كل يوم خميس وتذكر ربنا شويه. قال لي بقول لك مش طايقها. قلت له يا عم اقصر على نفسك، لمونه مره في الاسبوع انا وهي نصلي ركعتين. بيحكي لي، قلت له بس نفذ الله يخليك. فبيقول لي بدات، بيقول لي مره في اتنين بنصلي بقى. قال طب اجرب انا خسران ايه، بينفذ مره في اتنين في تلاته، مره بعد الصلاه وهم قاعدين كده على السجاده بدا الحوار يشتغل، بدات الميه تجري، بدات مضخه القلب تشتغل، وانت اخبارك ايه وعملت ايه، ما احنا عبدنا ربنا بقى، ها والموضوع الفلاني حصل فيه ايه وانت عملت ايه. قامت قايله له نكته، قال لها طب ما انت طلعتي دمك خفيفه ولذيذه، هو انا كنت مش طايق بالك ايه. وبعدين من طبته حكى لها، قال لها على فكره انا من شهر ما كنتش ناوي اكمل معاكي وما كنتش طايقك، بس ما كنتش متخيل ان ركعتين تقربني منك كده، انا راضي.